صوت النوارس وأمواج البحر في مدينة أجدير تعلن يومياً عن استقبال صباح مشرق جديد، حافل بتفاصيل الحياة المطلة على البحر، حيث تولد البواخر بتدفق مستمر تحت اسم لاكناف، ورش بواخر أجدير فونتي. في سنة 2002 تأسست شركة لاكناف لتلبية الاحتياجات المختلفة من إنشاء وصناعة وتطوير البواخر البحرية متنوعة الاستخدامات، وفي موقع يعد الأكثر أهمية واستراتيجية، حيث أنشئ المقر في مدينة أجدير وتحديداً منطقة الميناء. بدعم من شركة سنترال ستايل بيفي في مجال الهندسة وقطع الصلب والفولاذ، وبالعمل مع مكاتب دراسة وهندسة معمارية بحرية كنافال أرشيتكت CNV، وذلك لتوفير الحلول للزبناء حسب الطلب من تصاميم لبناء البواخر وصيانتها أثناء الاستعمال. تكمن خصوصية لاكناف في تكامل كافة خطوط عملها في موقع جغرافي واحد، حيث يتم التخطيط والهندسة والتصنيع والصيانة والفحص في مقر متكامل الخدمات، والذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب. تقوم لاكناف بتصميم وتنفيذ صناعة البواخر حسب الطلب، مع توفير أهم العوامل لدى الزبون، ألا وهي عاملي الأمان والكفاءة، حيث تراعى شروط التصنيع حسب النظم العالمية في صناعة البواخر بأنواعها، من بواخر نقل البضائع والركاب، وبواخر سحب النفط والغاز والحفر أو الصيد، وحتى البحث العلمي وغيرها. نستخدم في صناعتنا للبواخر عملية اقتراح مستمر لتطوير هذه الصناعة، وابتكاراً لا يتوقف لطرق حديثة ومضمونة لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمستمرة للزبناء، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب العالمية الحديثة في هندسة بناء البواخر، من تفاصيل تقنية كاستخدام الأنابيب ولوحات الكهرباء ومحركات الديزل المصنعة بأحدث الطرق وأضمنها. تقوم الشركة بإصلاح البواخر على مدار أيام السنة، حيث تأخذ بعين الاعتبار الطقوس الجوية وحالات البحر المتقلبة، وذلك لتقديم المعونة الحرفية للزبون عبر فرق تقنية متخصصة. تتميز لاكناف ببصمة تتجسد في صناعة أكثر من 22 باخرة تم تصديرها عبر دول العالم. شراكة مع شركات عالمية رائدة في مجال بناء البواخر، توفير بواخر بثمن مناسب وبجودة عالية وزمن اقتصادي ينافس الشركات العالمية في مواعيد التسليم، بناء سمعة عالمية في جودة الإنتاج وفي منافسة دولية، إمكانيات تقنية عالية في الجانب العلمي والبشري. تستمر لاكناف في طريقها لبناء وتطوير صناعة البواخر ذات القيمة العالية والمضمونة الجودة، وفي مجال إصلاح وصيانة البواخر وخدمات ما بعد البيع تحت إشراف أفضل المختصين. إنها مجرد بداية. ورش بواخر أجدير فونتي لها خطط مستقبلية واعدة في ركوب أمواج البحر نحو القارات الخمس.